احنا داخلين على مرحلة عنوانها يعني الرئيسي لا تراجع ولا استسلام، والموضوع بقى بالنسبة للأهلوية جماهير النادي الأهلي حياة وموت. الكلام على طبعا مشوار الأهلي اللي فاضل في منافسة بطولة الدوري، وقلت لحضراتكم انه البطولة السنة دي غير، يعني احساس جماهير النادي الأهلي بالبطولة السنة دي وأهميتها غير، وإصرار كبير جدا ان شاء الله بإذن الله ان احنا نحافظ على اللقب المفضل والمعتاد الحقيقه اللي اتعودت عليه جماهير النادي الاهلي. هنتكلم على مشوار النادي الاهلي وكل الصعوبات، لان المرحله الحقيقه فيها مطبات كتير جدا صعبه، وكان الله في عون الجهاز الفني، وكان الله في عون اللاعبين الحقيقه اللي بقى لهم يمكن داخلين في سنه دلوقتي في حاله ضغط رهيبه جدا من بطوله لبطوله ومن ماتش لماتش ومن تمرين لتمرين، حاجه كده فيلم لا ينتهي. نرحب طبعا الاول بكابتن ماهر همام، ضيفنا النهارده في السادسه ونجم كبير طبعا من نجوم النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ماهر. اهلا بيك حبيبي، ابارك لك على 10 عشان انا ما شفتكش من ساعتها. الف الف بقى مبروك. بقى فتره فعلا ما تقابلناش، لكن الله يبارك فيك يا حبيبي. وقفلناها بسرعه ولفينا على طول على دوري يعني طبعا. ازاي شفت مشوار الاهلي، خصوصا انه يمكن من بعد فرحه الفوز بالدوري الابطال كان في مطب صناعي كده مع البنك الاهلي، خسرنا فيه نقطتين، وكان في مباراه صعبه جدا من يومين مع الانتاج الحربي كان فيها ريمونتادا طبعا بتوقيع روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. بص يا احمد، انا عايز اقول لك ان في بدايه كلامي ما تقلقش على المنظومه الكبيره، منظومه النادي الاهلي، لان المنظومه الكبيره ديت منظومه اداريه على اعلى مستوى، منظومه فنيه على اعلى مستوى. يعني يمكن النادي الاهلي من الانديه اللي زي مثلا ريال مدريد، زي برشلونه، زي بايرن ميونخ، الحاجات الكبيره دي اللي هي وتت اساس قوي جدا بيتورث مجالس اداره، بيسلموا بعض اجهزه فنيه، لاعبين، اجيال بتسلم اجيال. لكن عايز اقول لك ان الجانبين دول هم السعاده، هم الانجاز اللي بيحصل على الساحه الرياضيه في النادي الاهلي. الاداره ممثله في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي هو عنده درايه كبيره جدا بالشق الاداري من خلال وهو لاعب وهو اداري وهو عضو مجلس اداره ونائب الرئيس ثم الرئيس، وده مساعدنا بشكل كبير جدا، تواجده مساعدنا بشكل كبير جدا في الجانب الاداري، طبعا بوجود الكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، ودول كمان يعني عندهم باع كبير جدا وخبرات كثيره جدا. فالجانب ده اي مشكله بتحصل زي المشاكل اللي حصلت في المباراتين اللي فاتوا دول، كان بسرعه الكابتن محمود الخطيب موجود ومتواجد مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، وبيقدر باين لهم خبراته في المراحل دي، لان احنا لعيبه وهو كان لعيب مرينا بالمراحل دي، فدي الخبره هنا بقى ازاي انك انت تعالج المراحل دي وبسرعه، وتقدر تاخد قرار فيها وبسرعه، وتقدر توصل للعيبه الاهداف اللي جايه عشان نعدي هذه المرحله. طب انا عايز اتكلم معاك انه ده بيحصل في الظروف الطبيعيه، يمكن الموقف ده حصل سيناريو مشابه لي في شهر 4 اللي فات. انا كنت بتكلم في بدايه الحلقه انه مفيش فريق في الدوري لعب 9 ماتشات، اللي هو تقريبا بتتكلم في 30% من عمر المسابقه في خلال فتره لا تتجاوز 27 يوم. بالظبط. انت المره دي، وطبعا انت عارف انه الاهلي بحكم مشاركاته في بطولات عالميه وبطولات افريقيه هو اكتر فريق لعب ماتشات في الموسم ده، ويمكن احنا اخر فريق مخلصين ماتشات الموسم اللي فات، والموسمين حضرتك عارف ان هم يعني تقريبا يعتبروا موسم واحد ممتد. صحيح. خد بقى اضيف على ده بعض العقد ده، انا مش قصه قلق، بس قصه ان انا بحط في الاعتبار قدامي عشان اشوف انا رايح فين. وانت عارف انه الاهلي دلوقتي بيلعب ماتشاته من غير 6 لعيبه موجودين في منتخب مصر الاولمبي في اليابان، الفرقه الوحيده اللي عندها ضغط مباريات متوالي في وقت اغلب الفرق فيه مريحه تقريبا ما بتلعبش، فكل ده يعني لابد انه يتحط في الاعتبار. هو محطوط في الاعتبار يا احمد، وعايز اقول لك هو ده سمه البطل، يعني هو ده البطل، ده شعار البطل، ان هو طول عمره محطوط في ضغوطات زي ما بقول لك اداريه او فنيه، مباريات لعيبه خارج القطر المصري موجوده مع المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي عنده خيره اللعيبه اللي موجوده في افريقيا وفي العالم العربي. فانا عايز اقول لك ان هو عشان بطل فعيني محطوط تحت الضغوطات دي، لكن البطل قادر ان هو يقدر يعدي هذه الصعوبات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. زين الترجي في اللي جاي هتكلم مع حضرتك بالتفصيل، بس بعد ما نروح مع حضراتكم لفاصل سريع جدا ونرجع نفتح الكلام مع كابتن ماهر همام. اهلا بيكم مره ثانيه في السادسه. قبل بس ما اتكلم على المواجهات التسعه الناريه المنتظره،
وازاي الاهلي هيتعامل مع المرحله الجايه، واتكلم كمان شويه مع كابتن ماهر على ماتش اسوان. خليني استعرض معاكم، ومع كابتن ماهر طبعا اللي برحب بيه مره ثانيه في السادسه، خليني استعرض معاك كابتن ماهر اختيارات جمهور النادي الاهلي لافضل ثلاث لاعبين في ماتش نهائي دوري الابطال مع كايزر تشيفز ومباراه البنك الاهلي. في مباراه كايزر تشيفز الحقيقه كانت المنافسه الى حد ما، رغم الفرقه كلها طبعا اجادت بشكل كبير، لكن تقدر تقول ان المنافسه كانت يعني متحدده بين ثلاث اسماء بنلف وندور حواليهم، لكن في النهايه مع عمليه الفرز كانوا الثلاثه قريبين جدا من بعض، وانت بتعمل عمليه الفرز الاصوات مش قادر تحدد مين اول مين ثاني مين ثالث، لكن في النهايه محمد شريف الحقيقه نسر الجزيره، نسر النادي الاهلي الجديد الحقيقه، بيحتل المركز الاول في اختيارات جماهير النادي الاهلي في مباراه كايزر تشيفز. في المركز الثاني بيجي وراه المتألق بشكل قوي جدا في الفترة الأخيرة محمد مجدي قفشة، وفي المركز الثالث القادم بسرعة الصاروخ الحقيقة عامل ريكورد. أنا هقف معاكم في آخر الموسم وأوريكم مشواره الولد الشقي أكرم توفيق، أو زي ما جمهور النادي الأهلي مسميه كراميلا. نروح لمباراة البنك الأهلي. البنك الأهلي كان فيه الحقيقة برضو صراع على المركز الأول لأول مرة من فترة طويلة الحقيقة، رغم أن واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة بتكلم على عمرو السوليه كان بينافس بشكل كبير جدا على المركز الاول مع محمد مجدي قفشه، لكن قفشه في النهايه نجح في انه يحتل المركز الاول، وجه السوليه في المركز الثاني، اما علي لطفي في مباراه البنك الاهلي فاحتل المركز الثالث. وعلي على الرغم من قله مشاركاته الا ان كل ما بيشارك بيلقى قبول واعجاب جماهير النادي الاهلي. رايك في اختيارات الجماهير في الماتشين يا كابتن ماهر؟ ده حاجه جميله، لعيبه مؤثرين بشكل كبير جدا من ناحيه الشخصيه من ناحيه الاداء، ويعني طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وذواق وبيساند اللعيبه بشكل كبير جدا. أيوة. هم دول الموجودين على الساحه، لكن الباقيين كمان مكملين طبعا بنفسه بشكل كبير، يعني أيوة. عايزين نقول ال 25 لعيب النادي الاهلي لعيبه مميزه، كل واحد ليه دور فعلا بالظبط، لكن كل واحد دول المجتهدين في خلال هذه الفتره، واللي باينين ان هم فعلا ادائهم يمكن انا عايز اقول لك انه لعيب زي كوكا مثلا مميز، يعني اول سنه بيشارك مع الفريق الاول في صراحة. مشاركاته بالزبط. في كتير من الماتشات اللي لعبها مع نادي الاهلي خد اصوات الجماهير وعنده عدد. استعرض مع حضرتك جدول الترتيب في النقطه دي لغايه المرحله دي اللي وصلنا لها في الموسم الحالي. في صداره الترتيب طبعا اليو ديانج الدبابه الماليه برصيد 31 نقطه، بيجي وراه في المركز الثاني محمد الشناوي برصيد 28 نقطه، محمد شريف ومجدي قفشه بالنقاط اللي خدوها في الماتشين دول ماتش كايزر تشيفز وماتش البنك الاهلي دخلوا في المنافسه على افضل لاعب في الموسم الحالي النادي الاهلي، قربوا بشكل كبير جدا من الشناوي، الاثنين رفعوا رصيدهم وصلوا ل 26 نقطه. اكرم توفيق الحقيقه عامل ريكورد، لانه اكرم ما شاركش عدد مشاركات كبيره قوي مع، يمكن هو لو بصينا للخمسه الاوائل هنلاقيه لاقل عدد فيه نسبة المشاركة 27 مباراة، لكن الحقيقة قدر يحقق فيهم 19 نقطة، وده يدل على انه لعيب الحقيقة بياخد ثقة الجمهور بشكل كبير. بدر بيحافظ على مركزه في المركز السادس برصيد 16 نقطة، وراهم ايمن اشرف برصيد 11. عمرو السولية الحقيقة فرق النقطتين اللي خدهم في ماتش البنك الاهلي خلوه يبعد شوية عن اربع لاعبين بيحتلوا المركز من الثامن لل 11 اللي هم علي معلول، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، دول كلهم بيحتلوا المركز من 9 ل 12 برصيد 9 نقاط، فالسوليه فرق عنهم بالنقطتين دول وبقى رصيده 10 نقاط. الترتيب ده منطقي بالنسبه لك؟ منطقي ديانج، الشناوي، شريف، قفشه، اكرم، بدر، ايمن، السوليه، علي معلول. منطقي بشكل كبير جدا، وهيحصل كمان صراع لسه طبعا خلال 9 مباريات اللي جايين. أيوة. هنشوف منافسه شريفه بين اللعيبه كلها في سبيل ان مين هيحقق المركز الاول، مين هيحقق المركز الثاني، مين هيحقق المركز الثالث، فهيبقى في صراع كبير جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وهو ده حلاوه التسع مباريات المتبقيه. حتى كمان مستر موسيماني يبقى عنده فرصه كمان يقدر يقيم فنيا هؤلاء اللاعبين. أيوة. مين اللي ممكن يبقى موجود معاه السنه دي، ممكن مين ممكن يبقى موجود اعاره، الاماكن اللي احنا هنحتاجها خلال هذه الفتره بالنسبه للاعبين المميزين. ماتش الانتاج من وجهه نظر لسه طبعا مع لسه نتيجه الجمهور في ماتش الانتاج هتظهر بعد مباراه اسوان، بس خليني اسالك مين اكتر ثلاث لاعبين تالقوا في ماتش انتاج الحربي من وجهه نظر كابتن ماهر؟ يعني لو احنا لاحظنا كده هنقول ان التغييرات اللي عملها مستر موسيماني كانت مؤثره، وهي اللي فرقت معانا في نتيجه المباراه،
وعايز اقول لك ان الست دقايق الاخر هو النادي الاهلي بتاع الخمس دقايق الست دقايق، هو لو الروح دي موجوده بقيت التسع ماتشات الدوري هو موجود بالظبط، موجود في جيب الجاكيت بالظبط. يعني انا عايز اقول لك احمد، يعني وانا بتفرج فناس سالت هو باقي قد ايه من الزمن، فاول ما الراجل رفع المراقب الرابع حكم الرابع رفع ست دقايق كلنا اجمعنا النادي اللي هيكسب. فدي من ضمن الحاجات اللي تورثناها من جيل من بعد جيل. يعني احنا في جيلنا كان جمهور النادي الاهلي يقول لك ايه، لا يا عم انا هروح احضر اخر 10 دقائق في مباراه النادي الاهلي، النادي الاهلي في اخر 10 دقائق بيكسب جول واثنين وثلاثه. فاخدنا فتره احنا جيل السبعينات بنكسب كده، يعني بنفضل قلقانين، جمهور الاهلي قلقان طول ال 90 دقيقه وفي اخر 10 دقائق بيحصل المكسب. الاعصاب طبعا سبحان الله سبحان الله. فالنهارده الناس بتبقى قاعده بتتفرج على اعصابها طبعا طبعا. فمباراه الانتاج عندنا احساس من خبرات المتورثه قبل كده وخبرات اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب، عندنا احساس النادي الاهلي هيكسب. فطبعا التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني واخر يمكن بواليا لما نزل وسجل الهدف الجميل، الهدف الاخير اللي هو بيتمنى يعني في جوال كده بتجيب اللعيب، يعني بالزبط. يعني في لعيب لما يخش وذات المهاجمين طبعا لما يخش ويسجل في مباراه هدف يصنع الفارق يفرق في توقيت صعب طبعا بيتهيألي بيقلوا في حته ثانيه. لكن خليني احمد احيي طبعا نادي الانتاج الحربي، احيي لعيبه نادي الانتاج الحربي. بس ثلاث لاعبين هقول لك اسماء الثلاث لاعبين من وجهه يعني طبعا. انا شايف ان المباراه دي علي معلول يانج بواليا، علي معلول ودينجو وبواليا يعني انا شايف ان الثلاثه دول بنفس يعني الترتيب بصراحه كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان انا طبعا بنحيي فريق الانتاج الحربي، اللاعبين اللي قدوا مباراه يعني روعه، منافس وخصم محترم ومنافسه شريفه واداء يعني عايز اقول بلغه الكوره احنا شفنا الوان الطيف، شفنا جميع الالوان في هذه المباراه. حتى الخبرات اللي شفناها ما فيش فرق بين الكبير والصغير ولا فرق بين الصغير والكبير. والبطل هو طول عمره البطل، النادي الاهلي النهارده بخبرته في المباراه دي بيثبت فعلا ان هو بطل قادر ان هو يقدر يحسم اللقاءات اللي بتبقى متعسره بهذا الشكل، قادر في الدقيقه 90 في الدقيقه 95 في الدقيقه 96 ان هو يحسم اللقاء. السيناريو ده كابتن ماهر تتوقع انه يتكرر في ماتشات الاهلي اللي جايه؟ بالظبط يا احمد، يعني ظروف الفرق خد بالك، والنادي الاهلي هيلاعب فرق برضك محتاجه البونت. فالظروف دي بدات مباراه المقاولين العرب قبل ما نروح نهائي افريقيا. لو تلاحظ ان المقاولين العرب لعب بنفس السيستم، هو رجع 30 يارده في نص ملعبه وقفل على مفاتيح النادي الاهلي الهجوميه. لكن زي ما بقول لك خبره البطل وخبره لعيبه النادي الاهلي والاداء المتميز للعيبه النادي الاهلي من الناحيه الفنيه والناحيه التكتيكيه قدرت تحسم هذه المباراه. عايز اقول لك ان اللقاءات دي هتتكرر، حتى مستر موسيماني قال في المؤتمر ان المباراه دي هتتكرر في المباراه القادمه مع النادي الاهلي. لكن مستر موسيماني اعداده الفني والتكتيكي لهذه المباراه لازم هو جزء، الجزء الثاني اللي هيساعده اللعيبه البدلاء يا احمد. دورهم مهم جدا 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 في المباراه اللي جايه. بتراهن على مين يا كابتن ماهر في الفتره اللي جايه؟ انا براهن على الدكه اللي موجوده صراحه، يعني كلها عناصر مؤثره غير الست لعيبه اللي موجودين مع منتخبنا الاولمبي. يعني النهارده عندك علي لطفي بقى بياخد ثقه من مباراه لمباراه. انا شايف محمود وحيد يعني اشراكه في اخر ربع ساعه تلت ساعه بدا نحس بيه من ناحيه اندفاعاته الهجوميه، من ناحيه كروساته العرضيه، من ناحيه الجبهه اللي بينه وبين معلول. نتمنى عوده حميده لمحمود متولي اذا كان في خط الظهر او في نص الملعب من ناحيه الهاف الديفندر. رامي ربيعه طبعا، رامي بردك من اللعيبه بمناسبه كبير بمناسبه جداً. ربيعه الماتش اللي جاي اكرم وهاني غايبين، اكرم في طوكيو وهاني ثلاث انذارات، من وجهه نظرك مين افضل في الحته دي؟ يعني انا عايز اقول لك ان رامي ربيعة اتجرب في مباراه قبل كده قبل نهائي افريقيا. لكن انا عايز اقول لك احنا كمدافعين السنتباكات بالذات بيبقى عندهم الرشاقه والمرونه بتبقى اقل لان عنصر الطول واخد بالك والقوه، المكان ده عايز حاجه خفيفه. يعني انا شايف ان حسين الشحات لعب في المكان ده مع المقصه فترات طويله جدا. فحسين لو مش وحش، يعني حسين لو بدا في المكان ده عنده من الملكه دفاعيا بيقدر يستحوذ بشكل كبير، هجوميا كمان حسين ده مكانه في الحته القدمانيه دي. لما بيطلع بيقدر يروح يعمل اوفر، يقدر يعمل 1 2، يقدر يعمل كروس عرضي. فانا شايف ان حسين الشحات ممكن يبدا من بدايه المباراه، ترجع حسين ورا وتنزل بمين قدام بالظبط. يعني انا شايف ممكن حسين
ياخد المكان دوت. وزي ما مستر موسيماني عمل يعني انت عندك الاجنحه دي ممكن ياخد كهربا تاني، ممكن ياخد يانج تاني من البدايه. يعني اذا كان الحته بتاعت بواليا مثلا كراس حربه مروان بدا الماتش اللي فات، ايوه احنا شايفين بردك الاصابات اللي حصلت طبعا بالنسبه لمروان. انا بحييه طبعا لان مروان من اللعيبه اللي عندها شخصيه، تحمل بشكل كبير جدا الاصابات اللي حصلت في المباراه وقدر انه يكمل المباراه، دي حاجه بتحسب له. فانا عايز اقول لك ان احنا عندنا جواكر يا احمد بشكل كبير جدا لمستر موسيماني. رايك في كهربا الفتره الاخيره؟ يعني كهربا والشحات رايك فيهم ايه في الفتره الاخيره؟ الشحات بيرجع، يعني احنا بنحس بالشحات في بصراحه عودته مره ثانيه. يمكن حته الراحه يعني اديته نوع من التركيز، نوع من الاهتمام. النهارده بقى على الجول، شفنا الجول الثاني بشكل جميل بصراحه، قدر يوقف عليها قبل ما نلعب دوري بنهائي دوري الابطال. الحقيقه برضو كان مؤثر جدا مع الاهلي في كل الماتشات اللي لعبها في الدوري المحلي. كهربا كان فايق يعني بلغه الكوره، كهربا عايز يهدى بس شويه. كهربا لعيب كبير، لعيب محوري، لعيب مهاري، لعيب بيجي من تحت، واحد بيقدر يفوت، بيقدر يلعب لك جناح، بيقدر يلعب لك 10. كهربا شايفه متسرع، انا شايفه مستعجل متسرع بالظبط كده بلغه الكوره. مستعجل، يعني الحاجات اللي عايز اللي بيجيبها جوال يعني يعني ما بيوفقش فيها. فعايز اقول لكهربا جايه صبرا بس. لكن كهربا من اللعيبه اللي بيقدر يفيد الحته القدامية بشكل كبير. يعني ماتش اسوان صعب من وجهه نظرك؟ كل الماتشات يا احمد صعبه، كل الماتشات صعبه بقى. خلاص عن مين في بالظبط؟ لا لا خلاص انتهت القصه، قصتنا بقى دلوقتي. لا لا، واسوان وموقفه 25 بونت وقريب قوي من الاثنين الموجودين، وادي دجله وبعدين الانتاج. اسوان 25 بونت، فطبعا موقفه صعب. يمكن البنك بيهرب شويه، يعني البنك يمكن ماتشين فرقوا معاه، التعادل اللي حصل مع النادي الاهلي والتعادل اللي حصل مع بيراميدز يمكن فرقوا معاه 27 بونت بعدوه شويه. فالنهارده اسوان طبعا حاطط في الاعتبار انه بيقابل نادي القرن، بيقابل اكبر فرقه في افريقيا، بيقابل بطل الدوري، عارف النادي الاهلي مفاتيحه، عارف النادي الاهلي بخبرات لعيبته. اكيد مليون في الميه هيبقى عنده حرص بشكل كبير جدا ان هو ينزل نص ملعبه وهو بيفقد الكوره في ال 30 يارده ويحاول يقفل مفاتيح اللعب على النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان مستر موسيماني بيستفاد من مباراه لمباراه اخرى. فالنهارده احنا التملي بنقول محتاجين جول في الاول نفتح بيه وبعدين نعززه جول تاني. الجيم بيفتح معاك يا احمد بشكل طبعا كبير. يعني هو السيناريو بيختلف تماما. بالظبط، هو اللي كان غريب في ماتش الانتاج ده ويمكن ما حصلش ولا مره الموسم ده انه الاهلي يبادر بالتسجيل بالظبط وبعدين يتاخر بهدفين. يعني مش بس يحصل تعادل، لا كمان يتاخر بهدفين على حساب الهدف اللي سجله الاول. ودي كانت اول مره تحصل، ودي كانت غريبه بالنسبه لي. شايف انه حاله الاجهاد او حاله تواصل الماتشات مع التدريبات، تعرف ان الاهلي بيلعب لوحده تقريبا، يعني الاهلي هو الوحيد اللي مكمل رغم ان في نص فرقه تقريبا مع منتخب مصر الاولمبي، بيأثر على تركيز اللعيبه. بيبقى فكره انك تلعب في بطوله وبعدين تقفلها وتخش في بطوله ثانيه، ده نوعا ما بيشتت اللعيبه. بيأثر يا احمد بشكل كبير جدا، واحنا مرينا بالظروف دي. ايوه، يعني انت بتبقى جاي من المنتخب وجاي للدوري وخلص الدوري تخش على الكاس، واخد بالك، وبعدين سنه بتلضم سنه ثانيه بالظبط. بلغه يعني الكوره بيحصل نوع من التشبع للعيب. انا مشفق على اللعيبه جدا بصراحه. انت لسه بتقول لي المكنه اللي بتطلع قماش طول الوقت دي، يعني دول شغالين مكنه 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 ما ريحتش. فالنهارده يا احمد ما بيلحقش يفرح. انا عايز اقول لجمهورنا الاهلي يعني تعاطفا مع لعبتنا، خدوا بالكم اللعيبه دي مجهده جدا، اللعيبه دي عليها لود ذهني وعصبي بشكل كبير، لانه بيطلع من بطوله مطالب بالبطوله الثانيه. فالنهارده احنا عندنا ثلاث بطولات مطالبين بيها، يعني نرجع لل 11 ونرجع للدوري ونرجع للكاس ونرجع للسوبر. فضغط كبير جدا جدا على اللعيبه دي، وانا مريت بالظروف دي. شايف ايه الدعم؟ يعني الحقيقه يمكن على قد الفتره ما هي مهمه جدا وحرجه جدا، ومش عارف ليه عندي احساس كده انه بطوله الدوري ده، يعني احنا بقى لنا 5 سنين بناخد دوري وكل سنه بنبقى فرحانين بيه، لكن السنه دي حاسس ان الجمهور مستني البطوله بشكل مختلف عن كل السنين السابقه قبل كده. وبالتالي خليني اسالك، انت شايف ازاي ممكن جماهير النادي الاهلي تدعم وتساند وتدفع فرقتها في الفتره اللي جايه؟ هنتكلم في الحته الفنيه الاولانيه يا احمد، ان لعيبه النادي الاهلي مطالبه فعلا بالبطوله السنه دي. السنه دي اختلفت من بدايه السنه اللي فاتت، الانديه جهزت نفسها، مجالس اداره الانديه اشترت الاماكن اللي هي محتاجاها، اللعيبه المميزه. فمعظم الدوري اللي عنده دلوقتي بقى فيه لعيبه كويسه. ايوه،
وما فيه منافسه قويه. النهارده اول سنه في تاريخ الدوري العام يفضل الاهلي والزمالك ما حدش عارف مين يقدر يحسم البطوله في نهايه الموسم. ايوه اللي هيساعد على كده اللي هيساعد النادي الاهلي على ان هو يتغاضى او يعدي المباراتين اللي خارج يعني خارج الاداره الفنيه للنادي الاهلي دكه النادي الاهلي البدلاء لان هم دول اللي هيخشوا يكملوا مشوار اللعيبه اللي هيريحها مستر موسيماني. مستر موسيماني لازم يدور اللعيبه، في لعيبه مجهده جدا مش شايفه قدامها واخد بالك، ونجوم ومؤثرين. فانت النهارده البديل اللي هيخش، انا مش عايز اقول بديل لان هو لعيب مميز ولعيب مهم في الاهلي بديل بالظبط، فلازم يخش يصنع لنا فارق وفي نفس الوقت يقول للناس ان انا احق بالمكان ده. أيوة. فدور البدلاء وفرصه بالنسبه له، اللي كانوا بيدوروا على الفرصه، الفرصه جت على طبق من ذهب، فرصه موجوده في 9 مباريات. فالنهارده يعني انا بقول للاعبتنا اللي هم هيكملوا المشوار في خلال المباريات اللي جايه، مهم جدا 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 انك انت ان شاء الله باذن الله لما تبقى موجود نحس بقيمتك الفنيه البدنيه التكتيكيه، وده هياثر بشكل كبير بناء على ان المباراه اللي جايه يا احمد مباراه كؤوس. يعني 3 نقاط نحط كده في الاعتبار ان احنا 9 مباريات دول كؤوس بالنسبه لنا، كاس مصر يعني المباراه خلص 3 بونت مفيش اسم على 2 واقلب اروح على اللي بعديها. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، يعني جمهور النادي الاهلي اللعيبه دي طول عمرها يعني عايش عشان تفرحك، فحان الوقت بقى لما بيحصل اخفاق في مباراه، اداء تعادل، اداء مش ايجابي، لازم تقفوا جنب لعيبتكم. جمهور النادي الاهلي عنده وعي كروي وبيفهم وذكي، وهو بيشارك اللعيبه دي في جميع البطولات اللي حققها النادي الاهلي. فنداء للاعبي النادي الاهلي، لازم تستندوا اللعيبه دي ولازم تحيوا اللعيبه دي ولازم يعني تتكلموا عنهم كويس، ولازم برضك تكونوا عارفين ان اللعيبه دي بتحاول ان هي تعمل اقصى حاجه عندها عشان تطلع لك اداء جيد مع نتيجه ايجابيه. صحيح. اتمنى يعني انا متاكد طبعا ان الرساله واصله، رساله كابتن ماهر، وبيتهيألي احنا في لحظه محتاجين اي حد نحس انه بيقع او مستواه بيرجع لورا شويه ناخد بيده من قوامه، لان احنا محتاجين زي ما قلنا يعني او زي ما قال كابتن ماهر يمكن في الفاصل محتاجين كل لعيب في النادي الاهلي في الفتره يعني دي. لغه الكوره ضفر كل لعيب مهم جدا في التسع مباريات اللي جايه دول ان شاء الله. ده ودود اخدك شويه المنتخب مصر الاولمبي اتفضل زعلنا الحقيقه. يعني انا بشوف كنت يعني كان املي كبير جدا في النسخه دي من المنتخب الاولمبي بعد العروض الاكثر من رائعه اللي قدمها في بطوله افريقيا، وبناء على الخامات المحترمه جدا. انا شايف انه كابتن شوقي كان معاه قماشه محترمه جدا 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 في الفتره دي، كان مفترض انه يعمل بيها كتير، لكن العرضين اللي تقدموا مع اسبانيا زي ما احنا شايفين كده او مع الارجنتين حقيقه كانوا يعني مش على قدر طموحات الجماهير الكره في مصر ولا على قدر المواهب والامكانيات اللي موجوده في شباب مصر في طوكيو. مش هنبرر للمنتخب يا احمد، لكن هقول لك الفرق بين افريقيا وبين اوروبا هو ده. الفرق بين افريقيا واوروبا الانتشار اللي احنا شايفينه، واخد بالك، الكره السريعه اللي احنا شايفينها، الجمل التكتيكيه اللي احنا شايفينها. احنا خايفين زياده عن اللزوم. في خوف واضح اثر علينا دفاعيا بشكل كبير. يعني النجوم اللي انت ذكرتها كلها نجوم في الدوري الممتاز. بص هو ده الفرق اللي بيننا وبين الكره الاوروبيه، الكثافه العدديه اللي موجوده يا احمد داخل ال 18، بص الابيض كام واحد؟ بص التحركات، بص الباصات في التلت الاخير، بص الاختراقات، بص التصويبات، يعني انت كل الجمل التكتيكيه موجوده قدام عينيك. احنا ما عملناش حق، احنا ما عملناش 180 دقيقه ما شفتش انا مش بقلل من قيمه كابتن شاوي او بقيمه اللعيب المصري، لكن انا عايز اقول لك هي دي الكره الحديثه، احنا رايحين نقابل فرق مصنفه. النهارده ادي كروس عرضي، بص الكثافه العدديه والانتشار اللي موجود، بص التحرك، الباص ثم التحرك ثم التصويب اللي من خارج ال 18 المؤثر تضرب في العارضه، بص المتابعه، دي كلها جمل تكتيكيه موجوده في اوروبا موجوده عندنا. بس حاله الانكماش دي، حاله الانكماش اللي حصلت في ال 180 دقيقه سواء قدام اسبانيا او قدام ارجنتين، طبعا خليني زي ما حضراتكم شايفين ده ترتيب المجموعه لغايه دلوقتي، اسبانيا في الصداره برصيد 4 نقط، استراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقط، والارجنتين في المركز الثالث 3 نقط برضو، ومصر في المركز الرابع والاخير برصيد نقطه واحده. السيناريو الافضل بالنسبه لنا انه اسبانيا تكسب الارجنتين ومصر تكسب استراليا
نطلع احنا واسبانيا نكمل في البطوله. بس اتمنى لو يعني ده حصل ما نكملش بنفس الشكل وبنفس المستوى اللي احنا قدمناه في دور المجموعات، صفحه واتقفلت نلعب كورتنا بقى. ماتش مصر واستراليا هو الامل الاخير بالظبط. هل تتوقع، انا خليه بس قبل ما نروح ماتش مصر واستراليا، انا كنت قبل الجدول كنت بسال حضرتك الانكماش الحاله اللي حصلت دي، المستوى اللي قدمه المنتخب ده، اللعيبه على ارض الملعب ما قدرتش تنفذ فكر كابتن شوقي غريب وهو كان حاطط تصور تاني للمباراه بس هما ما قدروش ينفذوه، ولا ده الطريقه والاسلوب اللي طلب كابتن شوقي من اللعيبه ان هم يلعبوا بيه؟ مشتركين فيه الاثنين بشكل كبير يعني. لا انت كمدير فني توجيهاتك او استراتيجيتك في هذه المباراه وانت في حاله الدفاع تلت ملعبك او 30 يارده في نص ملعبك وبتحاول انك انت تدافع على مرماك في حته الضغط والاستحواذ، لكن لما بستحوذ وبستخلص لازم انقل الكلام ده في نص ملعب الخصم. يعني مثلا لو انا بدافع ب 10 واخد بالك يا احمد، لما بقطع الكوره لازم يبقى في سبعه من رجالتي جوه نص ملعب الخصم. ده اللي احنا ما شفناهوش. أيوة. فالنهارده انت 50% يعني ما شفناهوش، لان احنا مش قادرين ولا احنا مش عارفين ولا احنا امكانياتنا كده. لا يعني ما ينفعش نقول ان احنا يعني امكانياتنا او امكانيات اللعيبه، انت اتكلمت على اللعيبه ان من اميز اللعيبه اللي موجوده في الدوري. انا شايف ده منتخب اول بصراحه يعني. انا مش يعني شايفهم منتخب ولاعيبه يعني لعبت على مستوى اكتر من 30 40 مباراه دوليه. ايوه. فانت النهارده في شق فاقدينه بشكل كبير اللي هو الشق الهجومي. ما استمتعناش بيه، ما شفناهوش. انا اديتك نموذج واحنا بنعرض دلوقتي. أيوة. ان اسبانيا في التلت اللي قدامنا بتعمل ايه، كل الجمل التكتيكيه اللي ممكن هم اخدوها بيعملوها في المباراه. على الرغم من ان احنا بعد ما الارجنتين في الماتش الثاني الارجنتين سجلت فينا الهدف ابتدينا نطلع ونروح ونلعب. طب بالزبط. يعني هو السؤال، ما دام انت تقدر تعمل ده ما بتعملوش ليه من بالزبط. الاول؟ في تقصير من الجهاز الفني واللاعبين. وانا بقول ان اللاعبين اكتر، ان هم دول صاحبه القرار داخل الملعب. انا المدير الفني بيبقى في خطوط عريضه بالنسبه لي في سيناريو المباراه اذا كانت دفاعيه او هجوميه، لكن المرونه التكتيكيه للاعب بقى زي ما انت ذكرت يا احمد. احنا بعد ما جه فينا الجول بدانا نخش الملعب الارجنتين وبدات تبان الجمل التكتيكيه. يمكن رمضان صبحي بدا يضيع، ريان بدا يضيع، يعني موجود عندنا. أيوة. موجود عندنا. فنتمنى في مباراه استراليا ان احنا نغير الشكل اللي احنا شفناه في المباراتين من خلال الحاله الدفاعيه بس، يبقى احنا عندنا واحنا بندافع فعلا بنامن. أيوة. ولكن لما بنستحوذ ونخش نص ملعب استراليا يبقى احنا بنهاجم باكتر من 6-7 لعيبه عشان احنا محتاجين نكسب المباراه. تلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها يعني، تلعب هو كابتن شوقي لعب بثلاثه ورا دايما، الونش وحجازي واسامه جلال، تتوقع انه يلعب بنفس الطريقه ولا استراليا نرجع المجموعه يحتم عليك انك لا نرجع للطريقه التقليديه بتاعتنا، اربعه في خط الظهر ويبقى عندنا اثنين في نص الملعب، وعندنا انا شايف صانع العاب ممكن يكون رمضان صبحي 10 واخد بالك، ويبقى قدام عندنا طاهر محمد طاهر وعندنا ريان وعندنا صلاح محسن وتحتيهم رمضان صبحي، ويبقى في نص الملعب المدافع عندنا اكرم توفيق وعمار حمدي. أيوة. وخط الظهر يبقى عندنا ابو الفتوح ناحيه الشمال، الونش، حجازي، وكريم العراقي او كريم فؤاد. تمام. يبقى احنا كده عندنا تشكيله اسماء زي الفل. طبعا والله اسماء زي الفل. تختار تبتدي بمين وتقعد مين بصراحه. بالظبط. وانا شايف يا احمد ان في المباراه دي ان احنا فعلا الشكل اللي كان موجود علينا في الحاله الدفاعيه في المباراتين السابقتين هيختلف اختلاف كلي، ان احنا عندنا دوافع لازم نكسب. نتمنى ان شاء الله استراليا باذن الله. ان شاء الله باذن الله مصر واستراليا، الارجنتين واسبانيا، الاثنين هيكونوا في نفس التوقيت. كل توفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. نتمنى نشوف كورتنا اللي احنا اتعودنا عليها من منتخبنا الاولمبي، وكلنا ثقه فيهم والدعم ما زال موجود لغايه لما نشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه بكره قدام استراليا. رجعك فلاش باك بقى شويه كده، مع نفصل من الكوره شويه، مش هنبعد عن الاهلي برضو، بس خلينا ناخد فلاش باك كده شويه ذكريات وشويه اعتقد يعني بعض الشخصيات اللي وجودهم وتاثيرهم مع كابتن ماهر كان كبير جدا. نبتدي باول صوره طبعا كابتن حسن حمدي وزير طبعا الدفاع وزير الدفاع ومثل الاعلى. عايز اقول لك ان انا لما طلعت من قطاع الناشئين واخد بالك للفريق الاول، اول واحد احتضني كابتن النادي. أيوة. كابتن مصر كابتن حسن حمدي احتضني، وعايز اقول لك يا احمد علمني حاجات كتيره جدا في الجانب الدفاعي في الحته بتاعتنا دي، ازاي تغطي، ازاي تقطع، ازاي تقف، ازاي تتوقع بصراحه يعني. من وقد اجاد بصراحه كابتن ماهر، من ضمن الحاجات اللي استفدت منها بشكل كبير جدا. ايوه. طيب نروح للصوره الثانيه.
الكابتن محمود الخطيب طبعا اعظم لاعب ممكن تشوفه يا احمد عربيا وافريقيا بصراحه، يعني الموهبه اللي مش هتتكرر مره تانية في ملاعبنا المصريه. طبعا انا بحييه لان هو بعد النجاحات ديت اتجه للاداره كاداري وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب الرئيس ثم رئيس النادي الاهلي، صاحب الانجازات اللي احنا عايشين فيها مشارك فيها بشكل كبير جدا من خلال الخبرات طبعًا. اللي ربنا اداها له يعني. بتترجم بشكل كبير كابتن ماهر في اللقطات اللي بيحصل فيها طبعًا. الاهلي على او بيوصل فيها فرقه الاهلي منصات البطوله وتشوف قد ايه حاله الحب والعرفان بالجميل من نجوم النادي الاهلي. تواجده كمان تواجده بشكل كبير جدا مدي ثقه للعيبه دي يا احمد بشكل كبير، اكيد واخد بالك، لان هو كمان بيقرا لهم افكار وهو لاعب والظروف اللي مر بيها والخبرات اللي عاش فيها التجربة. طبعا حصل التجربه وبعدين بيبدا ينهيها لهم. فالنهارده اللعيبه دي محظوظه ان معاهم رئيس النادي واخد بالك كان اعظم لعيب في افريقيا، فبينقل لهم الخبرات اللي هو عاش فيها كلاعب بشكل كبير، فالنهارده يهناهم ويساعدهم يعني بصراحه يعني. نروح للصوره الثالثه الموس. يعني انا شايف موسيماني اندمج بشكل كامل من وجهه نظري. طبعا خلاص يعني تكيف وقدر ست اشهر انا شايف اندمج بشكل كبير جدا. والفتره دي كمان عايز اقول لك بقى يعرف من منتاليتي وعقليه اللعيب لعيب النادي الاهلي او اللعيب المصري. يعني الظروف اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا دول بدا يفهم بقى اللعيب المصري رايح فين وجاي منين. عايز اقول لك مستر موسيماني صاحب بطولات كثيره، انا شايف ان هو بيقرر تاريخ مانوجزي مرة تانية، هدوكوتي العظماء. أنا من يومين هنا قلت في السادسة إنه طبعا أنت بتتكلم على اسمين من أكبر الأسماء اللي دربوا في تاريخ النادي الأهلي، مستر هدوكوتي أو مستر جوزيه. لكن الحقيقة ما يعني أنا كنت بقول إنه ما فيش في تاريخ الكرة في مصر حد جه في 8 شهور حقق كم الألقاب اللي حققها مستر موسيماني مع النادي الأهلي. طبعا إنجاز بالنسبة له، وهو اجتهد بشكل كبير جدا وقدر بخبرته وشخصيته انه يقرب من اللعيبه ويبدا يفهم. سنه اولى اهلي يجيب 2 دوري ابطال وتجيب كاس سوبر وتجيب دوري وكاس وتجيب برونزيه كاس عالم انديه. لا ده شيء طبعا حاجه جميله، ونتمنى له طبعا ان شاء الله باذن الله البطولات القادمه باذن الله ان شاء الله. الكابتن صدر حفيظ كابتن سيد وهو لاعب كان من اللعيبه المميزه. عايز اقول لك نجاحه في الاداره اكبر وافضل من نجاحه هو لاعب والله بصراحه. يعني سيد من مديرين الكوره اللي فعلا فرقوا مع النادي الاهلي في خلال 10 سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا. يعني النهارده لما تيجي تقول مدير كوره بدانا بالكابتن صالح سليم اللي احنا يعني عشنا واحنا بنلعب وشفناه، وبعدين الكابتن حسن حمدي وبعدين الكابتن طارق سليم كابتن ثابت البطل. وبعدين انا شايف ان سيد من ضمن العظماء اللي جم في هذا المكان بصراحة، ويعني قربه وشخصيته من اللعيبة ساعدت بشكل كبير جدا على نجاح النادي الأهلي في البطولات اللي حصل عليها في خلال 10 سنين اللي فاتوا. كابتن سيد طبعا ليه دور كبير جدا، تقول له إيه في المرحلة اللي جاية؟ يعني المرحلة الصعبة كان الله في عونه طبعا. هو بيبقى شايل عبء وحمل كبير جدا، والأهلي الحقيقة بيعاني من ضغط ماتشات، بيعاني من غيابات لاعبين. تقول له ايه للفتره اللي جايه؟ لا اقول له ما شاء الله عليك السيد شاطر وبصراحه يعني، وبعدين حبه واخلاصه لنادي وحبه واخلاصه للمكان بيساعده بشكل كبير جدا. يعني انا بقول لك هو الشق الاداري اللي ساعد مستر موسيماني في الشق الهجومي، الاثنين دخلوا مع بعض واندمجوا مع بعض، هو اللي عمل لنا الحاله الجميله اللي احنا شايفينها. طبعا الضغوطات قلت على كابتن سيد لان كان في سفريات بره، كان فيها تحضيرات اذا كان مباراه نهائي سوبر افريقيا، سفر لافريقيا. النهارده الجانب الاداري بالنسبه للكابتن سيد والتجهيزات قلت شويه. بالمناسبه دي يعني واحده من ضمن الحاجات اللي انت ما بتاخدش في الحسبان، بيبقى في حاجات كده بين السطور يا كابتن ماهر، 20 رحله طيران. طبعا مشقه يعني رهيبة. يعني ما بين شمال افريقيا وجنوب افريقيا وما بين قطر مرتين في كاس عالم وكاس سوبر، 20 رحله طيران لفرقه النادي الاهلي على مدار الشهور الاخيره. هو نجح فيها يا احمد بشكل كبير جدا زي ما قلت لك، الخبرات اللي اكتسبها في هذا المكان طبعا، رجالته اللي بيساعدوه كمان، يمكن كابتن سمير عدلي من بردك من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتحب النادي الاهلي، اللي عندها باع كبير جدا وخبره كبيره جدا. عايز اقول لك ان سيد ما شاء الله اكتسب خبرات ونضج بشكل كبير جدا، فانا شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ من انجح المديرين الكوره اللي جم في هذا المكان في تاريخ النادي الاهلي. لو في طلب او في رساله تطلبها من مستر موسيماني للفتره اللي جايه
ايه ممكن تكون رساله كابتن ماهر همام؟ هو الطلب لمستر موسيماني بصراحه هو الراجل يعني مش متاخر يعني. هو الراجل بيذاكر بشكل كبير جدا. أيوه. وبيحضر بشكل كبير جدا وبيختار وعنده شفافيه وعنده عداله في التوزيع بالنسبه للعيبه، وشخصيته وحب للاعبين انعكس هذا الحب على اداء اللاعبين. بقول لمستر موسيماني يعني اللي احنا بنتمناه الفتره الجايه ان فعلا يبقى النادي الاهلي عنده الاصرار في بدايه المباراه ان هو يجيب جول ويغطيه بجول تاني، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. ولازم يعرف مستر موسيماني ان مباراه التسعه اللي موجودين لازم يتعاملوا مباراه كؤوس، ما عندناش بديل غير الفوز. كل مباراه نكسبها ثلاث نقاط، ندور على المباراه اللي بعديها واللي بعديها وهكذا. واكيد طبعا هو عنده من الخبرات بهذا الشكل وصل ليها. انا شايف ان الفتره اللي جايه يا احمد هيبقى في متغيرات بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي. صعب النادي الاهلي يبقى عنده اخفاق في مباراه واخد بالك، او تعطل في مباراه ثانيه. المباراه الثالثه هتبقى يعني ان شاء الله هتبقى فيها فتح ان شاء الله بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله. انا ما عنديش شك انه الشراره اللي طلعت في نهايه مباراه الانتاج ان شاء الله تكمل معانا، هتبقى البدايه ان شاء الله. زي ما قلت الموضوع كله في ايدينا، وان شاء الله رجالتنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، وهم كمان عندهم القدره على حسم بطوله الدوري والحفاظ على لقبه كبطل الدوري المصري. بشكرك كابتن ماهر، شرفتنا النهارده كالعاده. يا رب ان شاء الله سعداء دايما بوجودك في بيتك طبعا على شاشه الاهلي في السادسه. حبيبي يا احمد شكر جدا، بشكر حضراتكم على المتابعه. نقابل حضراتكم بكره يوم العالمي، جهزوا الورقه والقلم، هنتكلم في كل المستجدات المتعلقه بموسم جديد قارب على البدء. الموسم السنه دي قد يكون مختلف، هيشهد عوده جماهير، عندنا الميركاتو وسوق الانتقالات، عندنا كلام كتير جدا في الكره العالميه بكره في السادسه. بشكر حضراتكم على المتابعه، قابلكم بكره ان شاء الله.